سيدنا سعد بن عبادة. هو سعد بن عبادة ابن حارثة ابن طريف الأنصاري الخزرجي، حامل راية الأنصار والملقب بالكامل، فقد كان من أشراف الجاهلية وأسلم رضي الله عنه مبكرا وشهد بيعة العقبة. وانفرد سيدنا سعد بن عبادة دون غيره من الأنصار بالنصيب الأكبر من تعذيب قريش واضطهادها، إلا أنه رضي الله عنه قرر أن يتفانى في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهناك يسخر سيدنا سعد بن عبادة ويسخر أمواله لخدمة المهاجرين وخدمة دين الإسلام، فهو رضي الله عنه جواد بالفطرة، وقد صار جوده في الإسلام من آيات إيمانه وثبات عزيمته، فقد كان يدعو الله دائما بزيادة الرزق فيقول: اللهم إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. فقد روي أن الرجل كان ينطلق إلى داره بالواحد والاثنين من المهاجرين، وكان سيدنا سعد ينطلق بالثمانين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يدعو له قائلا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على آل سعد بن عبادة. وكما وضع سيدنا سعد بن عبادة ثروته في خدمة الإسلام، ووضع أيضا قوته ومهارته للدفاع عن دين الإسلام، فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المواطن والغزوات كلها رايتان: راية المهاجرين، وكانت مع الإمام علي بن أبي طالب، وراية الأنصار، وكان يحملها سيدنا سعد بن عبادة. فقد عاش رضي الله عنه جنديا مطيعا يضحي بماله ونفسه من أجله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه غيورا شديد الغيرة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي: إن سعدا لغيور وإني لأغير من سعد والله أغير منا. وفي خلافة سيدنا عمر رحل سيدنا سعد بن عبادة إلى الشام، وما كاد يبلغها حتى دعاه أجله وانتقل إلى جوار ربه، فها هو أبو سعد الحضري يقول: كنت مع الذين حفروا لسعد قبرا، وكنا كلما حفرنا طبقة من التراب شممنا ريحة المسك حتى انتهينا إلى اللحد. رحم الله سعد بن عبادة، رحم الله حامل راية الأنصار.